السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك، وأسأل الله جل في علاه أن يجعله من أسعد الشهور لكم ولأحبابكم في الدنيا والآخرة. لي وقفة بسيطة مع دخول رمضان يا أحبة. الناس يمحون لك كل مواقفك الجميلة بزلة واحدة، لكن ربك الحبيب يمحو لك كل أخطائك باستقامة واحدة. شوفوا قديش الله يحبنا، شوفوا قديش الله يفرح بنا. أنا الوقفة، خلونا ندخل رمضان ونحن نحسن الظن بربنا. نريد أن ندخل رمضان ونحن نشعر أن لنا رب رحيم، لنا رب يحبنا، لنا رب ينادينا، لنا رب يغفر ذنوبنا، لنا رب يسعدنا، لنا رب يريد أن يدخلنا الجنة. ادخل رمضان، ادخل هذا الشهر الكريم بهذا الإحسان من الظن في الله سبحانه وتعالى. فمن أحسن الظن أحسن العمل. والشهر مبارك عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.